فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول القانون في بلاد الكفر يجعل علامة القبض. ايش؟ يقول القانون عندنا، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول ايش؟ القانون نعم، السائل من خارج هذه البلاد يقول: القانون عندنا في بلاد الكفر يجعل علامة القبض هي التوقيع على الوثيقة، فهل يجعل ذلك من معاملات المسلمين فتكون علامة على القبض؟ ما في شك إن حتى عند المسلمين التوقيع يثبت القبض وغيره، ويثبت البيع إذا باع ووقع، لولا أنه ما يثبت وش الفائدة إذن من التوقيعات. نعم.